أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فاصبر على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إلينا المصير
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن صدق الله.